السلام عليكم. وأيضا لسورة الأنعام اللي مدمن على قراءتها أو سماعها، يعني اللي يسمعها يومية أنصحكم أن تسمعوها يومية، بالأخص الأمهات. شنو مقابل هذا؟ شنو النعمة مقابلها؟ مقابلها أن إيديكم تكون شفاء للمرضى. يعني أي واحد راسه يوجع، ظهره يوجع، عنده خنقة، عنده شيء، مجرد أن تخلي إيدك على رأس هذا المريض تقرأ الفاتحة سيدتي فاطمة الزهراء وتقسم على الله بصورة الأنعام أن يطيب هذا الإنسان. للمدمنين على هاي الصورة استماع أو قراءة. السلام عليكم ورحمة الله.